اليوم في إطار تنظيم السوق رانا مستعدين باش نخرجوا. اليوم بدينا في استخراج مادة البطاطا من مزرعة سي طيبي محمد، باش الكمية هذه متوجهة لأسواق وهران وكذلك إلى سوق غليزان، وكذلك بعض الولايات اللي يعني اشتروا المادة هذه، الشلف معسكر وتيارت كذلك حتى مستغانم. وهذه العملية الهدف تاعها هو تنظيم السوق، لأن شفنا الأسعار ارتفعت نوعا ما، وهذا التنظيم هو الهدف تاعو باش يعني استقرار السوق. الكمية اللي رانا راحين نخرجوها هذا اليوم إن شاء الله هي 2500 ابتداء من اليوم، 2500 قنطار ابتداء من اليوم. هذه إن شاء الله كذلك رانا راحين إن شاء الله نفتح حلينا نقطة بيع باش إن شاء الله يستفادوا منها المواطنين. فيما يخص الأسعار هنايا في ولاية غليزان رانا راحين نبيعوها في 4500، يعني 45 دينار للكيلو.